تعد زيارة قادة مصر والإمارات والبحرين وتونس للصين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وحضورهم مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، خطوة هامة على طريق التعاون بين الصين والدول العربية وسط أوضاع دولية وإقليمية معقدة. هذا يعكس مدى التصميم والإرادة للطرفين في تعزيز هذا التعاون وتعميقه لفائدة الطرفين، ليس فقط على المستوى التجاري والعلمي والبيئي والسياسي، وإنما أيضا لتشكيل يعني جبهة ديمغرافية وثقافية وسياسية يعني تدفع العالم إلى التوازن على الأقل، وتعمق هذه الرؤية المشتركة في التعاون والمشاركة والتقدم في مجالات كثيرة يمكن أن تقدمها الصين للمنطقة العربية، ويمكن أيضا للمنطقة العربية أن تقدمها للصين. ويقول الخبراء إن علاقات الصين مع الدول العربية لها طبيعة خاصة على مر التاريخ، لكنها شهدت طفرة كبيرة خلال فترة حكم الرئيس الصيني شي جين بينغ. إذا تحدثنا عن الاهتمام الصيني الحديث، يعني هناك مفصل في السياسة الصينية الحديثة حقيقة منذ عام 2012-2013، أي منذ تزعم الرئيس الصيني شي جين بينغ لقيادة الحزب الشيوعي الصيني ورئاسة جمهورية الصين الشعبية، وظهرت مواقف الصين في كتابات الرئيس الصيني وفي خطاباتها أيضا. من يراجع كتاب الحكم والإدارة للرئيس الصيني شي جين بينغ يرى بأنه يتحدث عن السلام ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم، هو يتحدث عن وجود علاقات تجارية، علاقات سلمية، علاقات سياسية، علاقات تكافؤ ما بين الدول وتوازن في سياسات هذه الدول حتى يستفيد الجميع. ويرى الخبراء أن التعاون بين الصين والدول العربية يأتي وفقا لمبادئ المنفعة المشتركة وبعيدا عن الهيمنة التي تسعى بعض الدول لفرضها على العالم. الصين ترفض أي نوع من الهيمنة، الصين ترفض الاحتلالات، الصين ترفض الاعتداءات من دولة إلى أخرى، فهم يرون بأن التبادل الثقافي والتبادل التجاري والتبادل التقني والتبادل المعلوماتي بين الدول هو الذي يحقق الشعار الكبير للصين، مصير الشعب المشترك. ومصير الشعب المشترك هذا يخدم كافة الدول، لأنه ينهي التبعية وينهي الهيمنة من قبل الدول الكبرى على الدول الضعيفة والصغيرة. ويقول الخبراء إن مشاركة قادة مصر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وتونس في اجتماعات منتدى التعاون الصيني العربي تعد رسالة لتأكيد العمل على تعزيز علاقات التعاون مع الصين والحرص على تنسيق المواقف معها بما يحقق مصالح الجميع. عامر تمام، CGTN العربية.